خلى الحالة الصحية لمجتمعنا توصل للي احنا فيه دلوقتي، وعلشان الأمانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لنا وقفة، وقفة احتجاجية ضد الجهل، وقفة طبية اسمها الدكتور. بيطلع لي صبار حوالين بقي. بنتي عندها 7 و8 شهور. أنا عايز أقول لكم أصبحت كابوس مفزع. عندي مشكلة الدوالي. بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش. جالي علاج بالليزر، علاج تجميل. I'm so fat. I need to go on a diet soon. Hello there, sexy. Oh, Ruben, you're so yummy. Why also like not nice one? It's okay, I'll take another one. That's so awesome! الفرق بين الراجل والست في رؤية نفسهم فرق مش كبير زي ما الكرتون ده مبينه. يعني الست تشوف عيوبها اكسجريتد، وراجل يشوف عيوبه قليلة. لا لا لا، كله دلوقتي بيشوف عيوبه حقيقي. بس فعلا الستات يعني المسألة بالنسبة لهم كارثة. بس في نوعية من الناس الكارثة بالنسبة لهم واضحة جدا. نوعية اللي كان عندهم وزن زيادة قوي وعملوا عملية تكميم أو عملية تحويل مسار، خسوا. خسوا في ترهلات كبيرة جدا. الترهلات دي بقى زي ما بقولوا لا يخطئها لا راجل ولا ست، وبيزعر منها جام الزعر، يعني مش عارف يزعر، أكيد يزعر منها، يزعر منها الراجل والست زي بعض الاثنين، زعر رهيب، حزن رهيب، خوف كبير. على فكرة احنا اللي صدرنا الموضوع ده للناس برضو، لان احنا اتكلمنا على الترهلات اللي هتحصل بعد عملية التكميم وتحويل المسار. ففي ناس مأجلة العملية دي خوفا من الترهلات. لا، الترهلات ليها حل، بس ترهلات كتيرة ليها حل. طب حقيقة ما يسمى بالتوتال بادي ليفت او شد الجسم الكلي والتعامل مع هذه الترهلات، طب في حتة لسه موجود فيها سمنة مفرطة، سمنة موضوعية بعد مراحل السمنة المفرطة، هنتعامل معها ازاي؟ النهاردة حوار مثير للغاية في حتة مهمة جدا جدا جدا. اسم الست والراجل ممكن يختلفوا في حاجات كتير، لكن الترهلات بيتفقوا فيها، اسمها فنية التعامل مع الترهل. ده مهم قوي. ضيفي العزيز واحد من سوبر ستارز جراحات التجميل واسم متميز، وبيسعدني جدا حواره الممتع، حواره العلمي اللي النهاردة بيدخل في منطقة مهمة جدا في عالم التجميل، وهي ماذا بعد عمليات التكميم. كله ينتبه، كل العمل العملية واللي ناوي يعمل العملية واللي عنده ترهلات بعد حمل ولادة عنيفة أشبه بالعملية عملية التكميم، ينتبه. الضيف الكبير والاسم الكبير أستاذ دكتور حاتم الصحار. اي عيان بيعمل عمليه في وشه بيبص على وشه في المرايه 300 مره في اليوم. عمليه تصليح انف بالجراحه المفتوحه او بالجراحه المغلقه، ولا الحق للمريض انه يعرف الفرق بين الاثنين؟ احسن حاجه موجوده في العالم دلوقتي هي الدواء. لماذا اصبحت ترهلات الجسد بهذه الدرجه من الانتشار؟ كانت 50% بقت 80%، 30% زيادة دول سببهم العمليات السمنة اللي اتعملت. الأستاذ الدكتور حاتم الصحار، أستاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية للتجميل والحروق، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل. ضيف العزيز الاسم الكبير والصديق والزميل العزيز الاستاذ الدكتور حاتم الصحار. اهلا دكتور حاتم. اهلا بك دكتور ايمن، ازيك؟ عندي قضيه في منتهى الاهميه. القضيه دي عباره عن واحده ست كان عندها وزن كبير 150-160 كيلو، عملت عمليه خست 70 كيلو ولا 80 كيلو، بس عندها ترهلات مفزعه. أوكي. الراجل نفس الكلام. ماذا يحدث او كيف ننظر لهذه المشكله اللي داخله لك؟ زي ما يكون بالظبط، عارف يعني
الترهلات في الحاله دي عامله زي ترهلات اللي هو اللي بيمشي يقرص الناس في الساحل ده اسمه ايه؟ قنديل البحر. قنديل البحر. طيب احنا عشان نشرح للناس ببساطه جدا في خمس قواعد. خمس قواعد لازم نحفظهم صم. واي عيان قبل ما يروح لجراحه تجميل يبقى عارفهم كويس قوي في موضوع الترهلات ما بعد عمليات السمنه اللي هي التكميم او تحويل المسار. رقم واحد، عمليات التكميم او تحويل المسار انقذت ناس كتير من اخطار السمنه. طبعا ده رقم واحد. طبعا زائد ان الترهلات التي تنتج عن هذه العمليه يعتبر ثمن بسيط في سبيل انقاذ حياتك. ده رقم ايه؟ واحد. القاعده الاولانيه فما تزعلش من الترهلات، انت انقذت حياتك. رقم اتنين، دكتور التجميل حاجه ودكتور التكميم وتحويل المسار حاجه اخرى، ولا هو ينفع يشتغل الشغل بتاعنا ولا ينفع احنا نشتغل الشغل ايه بتاعه. لان هنا في نظريه بتقول انا مكمله مع الدكتور بتاعي، لا، الدكتور بتاعك في تخصصه المعين ينفعش يخش على تخصص ايه تاني. رقم ثلاثة، مفيش عمليات شد ترهلات تتم الا بعد ثبات الوزن. مفيش اي عمليه ترهلات تتم الا بعد ثبات الوزن. دي القاعده رقم ايه؟ ثلاثة. الحاجات اللي بقولها دي مهمه جدا، اهم من العمليه نفسها. رقم أربعة، الباترن بتاع الترهلات بيختلف من شخص الى اخر وليس كالانسان العادي. يعني ايه؟ الترهلات اللي عندك غير الترهلات اللي عنده، ما انكم عاملين نفس الايه؟ العمليه. بتعتمد على كانت الدهون مركزه فين والترهلات حصلت فين. وبيختلف عن الانسان العادي. يعني ايه؟ لو تيجي انسان عادي مثلا حامل ولاده وجالها ترهلات في البطن، عملها شد بطن. بالنسبه لعمليات التكميم او تحويل المسار، الترهلات مسمعه في بعضها. يعني ايه مسمعه في بعضها؟ يعني مثلا لو جينا على امراه هتلاقي الذراعين مسمعين في جنب الثدي، في الثدي نفسه. فدول بيعتبروا بنتعامل معاها على اساس الوحدات. يونتس مش اماكن. يونتس مش اماكن. القاعده الخامسه، مفيش حاجه اسمها اعمل كل ده مره واحده. خطر جدا 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 لحد هنا الصبح. كويس؟ لثلاث اسباب. رقم واحد، مريض اللي عامل تكنيك تحويل المسار بنسبه قليله ان هو بيكون المينرالز المعادن والحاجات اللي هي بتساعد على الالتئام تبقى ضعيفه شويه. رقم اثنين، ما ينفعش تغير متغيرين في معادله واحده. يعني ما ينفعش اعمل الصدر والبطن والدراعات والكلام ده كله، ان لما اغير حاجه مقاساتي في حاجه تانية هتختلف. رقم ثلاثة، مش كل الترهلات بتتعمل، لان كل ترهل امامه جرح. اهم حاجه في الدكتور جراح التجميل انه يخفي هذه الجروح، ان يعمل الحاجات اللي هي فعلا تحتاج بدون من مساس باماكن اخرى. فاذا العيان بيتشاف كامل على بعضه، بنشوف البطن بتاع الترهلات، ويبقى في بلان محطوطه عشان يتعمل هذه شد الترهلات. ده الخمس قواعد بتاعت اي عمليه شد ترهلات بعد التكميم او تحويل المسار. ودول اهم كتير قوي من العمليه. دول اول خمس شروط. بتيجي بتشوف العيان، العيان بيجي لك وزني ثابت، وزني ثابت. لو اتكلمنا على تو باترنز راجل وامراه، دايما المشكله بتيجي في منطقه الترنك او منطقه الجسر اللي هو الثدي والبطن بالنسبه للراجل، والثدي والبطن بالنسبه للانثى. هاو تو اتاك او ازاي تهاجم هذه المناطق، بنشوف الجسم كامل على بعضه. تاني حاجه، بشوف اي كميه دهون عندي او ما تبقى من دهون لازم استغلها. ليه بستغلها؟ لان هذه الدهون بحتاجها في اماكن اخرى. مثلا اغلبيه اللي بيعملوا تكميم او تحويل مسار بتحس ان وشهم ترهل بسبب فقدان وزن كبير. فالدهون المتبقيه بستخدمها لاعاده بناء الوجه تاني واجعل نضارته اللي هي كانت ايه؟ موجوده قبل كده. منطقه الخلفيه او الباتس دي برضو منطقه مهمه جدا للمراه عشان الكيرفز بتاعتها. فما تبقى من الدهون بنعمل بيه نبتدي نعلي البات تاني او نرجعها للكيرفز بتاعتها الطبيعيه اللي كانت قبل عمليه تكميم او تحويل المسار. يبقى اذا ببص على المناطق المتبقيه من الدهون ودي لازم استغلها كويس. تاني حاجه، بحدد الباترن اللي هشتغل بيه. هل هشتغل دراعات وجنب وثدي مع بعض؟ هشتغل الثدي لوحده؟ لازم اشوف على الباترن اللي انا هشتغل فيه ايه، وبحدد العيانه مواصفات معينه او خطه معينه هنمشي عليها، واحد اثنين ثلاثه اربعه.
وزي ما اتفقنا ما ينفعش هذه العمليات تتم كلها على مرحله واحده لان ده في خطر كتير قوي على العيان. اول منطقه تشتكي منها العيانه مش البطن، الدراعات. الدراعات زي ما قلنا ان هي من المناطق الخطره جدا بالنسبه لشكل الانسان سواء رجل او امراه، لو مش عارف يلبس يا اما هيجيب مقاسات واسعه يا اما هيجيب مقاسات ماسكه على دراعه. فاول بتبان مع اي حركه، وبتبان مع اي حركه، وبتبان حتى لو سيداتنا محجبات والكلام ده كله بيبان في البيت يعني في اللبس في البيت لا 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 بيبان في حتى في الكم بالظبط. طبعا ده مش ترهل، دي كويسه وما تروحش للدكتور. واحد بيقرص واحده ده ترهل يا جدعان؟ الترهل عندنا وينج بات وينج اسمها بات وينج يعني جناح. اولا الترهل بقى جديد بقى في ترهلات الذراعات، الترهلات خطر جدا على المفاصل. انت لما تعلق دي بقى الجديد بقى، ان انت لما تعلق هذا الكم من الجلد على الذراع ده بيحمل لود على مفصل الكتف، وده الكلام قالك ان الناس اللي فقدت وزن كبير هذا الترهل ده عمال جوه حاجه وهي ماشيه بيها. اوكي؟ بقى بيتحط معامله الثدي زي الثدي الكبير عند المراه، فانت بترفع بايدك بلود وانت كمان صحتك ضعفت شويه بسبب عمليه التكميم، فده بيعمل لود على العضلات وعلى المفاصل بتاعت الكتف. طيب بنعمل ايه عمليه شد ترهلات لهذا الذراع؟ زائد او ناقص الثدي وجنب الصدر حسب شكل الباترن بتاع الترهلات اللي عندي. طب الذراع بنعمله ازاي؟ في طريقتين، يا اما جرح صغير تحت الابط او جرح من الكوع لحد الكتف من جوه. هذه اماكن جروح معموله في اماكن هيدن، اماكن مخفيه نسبيا عشان ما تبانش، لان الوضع الطبيعي بتاع اي امراه او اي رجل هو وضعه كده كويس، مش هيرفع ايده كده، مش قاعد مسلم نفسه على طول. وهذه الجروح بتختفي. ده الترهل بالظبط. ده اللي احنا بنتكلم عليه. وهذه الترهلات بتختفي تماما، الجروح قصدي بتختفي تماما بعد هذه العمليه. الفكره كلها، الهدف من هذه العمليه رجوع الذراع بشكل انسيابي. يعني ايه كلمه شكل انسيابي؟ يعني لازم، ما ينفعش ان يبقى الكتف او منطقه اللي هي منطقه الذراع ارفع من منطقه الساعد. لازم يبقى شكل انسيابي بنسب 1:2 لـ3 عشان يبقى الشكل بالبلدي بنقول عليه الذراع الملفوف، يعني تفهم يبقى ذراع طبيعي. الجرح بيختفي مع الوقت، العمليه بالعينه بتروح في نفس اليوم بدون اي مشكله. في حاجه مهمه، الترهلات بتتشدش بالفيزر. الترهلات في هذه الحالات بتتشدش بالفيزر، ده جلد زائد وجلد مترهل، مفيش جهاز بيشد الترهلات. عشان بس احنا بنتكلم هنا على ترهل جراحي من المقام الاساسي. بالظبط كده، واضح. عشان بس يبقى كلام ناس فاكره ان هو الشفط هيحل الترهلات، الشفط اللي شفط الدهون زائد منع الترهل في الفيزر، انما مش لشد ترهلات فظيعه او كبيره زي الناس اللي فقدت وزن كبير. ساعات تلجا الى شفط دهون في المنطقه. بقى انا بشفط الدهون، كل الدهون اللي عندي المهم ما تبقى بشفطها عشان استغلالها في الاماكن اللي المفروض يحقن فيها ايه؟ الدهون. زي ما قلنا اي دهون متبقيه انا دي بالنسبه لي ثغوه، لازم استخدمها سواء في الوجه او في البطن في الثدي على حسب المنطقه اللي هي محتاجه ايه؟ الدهون. وكل ده انا بنحت عيان فقط وزن كبير لشكل جديد انسيابي متناسب مع شكل عظم. ده الاساس ايه؟ بتاعنا. حلو. فكده الدراع. عايز انتقل الى البطن والارداف. البطن والارداف ليه بقى عايز انتقل للبطن والارداف؟ اصبحتوا تتحدثون عن البطن والظهر والارداف كانهم وحده واحده. بالظبط. لماذا؟ طيب لماذا؟ لان هي واحده واحده. اتيز ترانك. الجذع. بص، مقاسات الجذع بالبلدي كده لازم يكون فيها تناسب، متناسب عشان تعمل اللي عليها الفروع. جذع الشجره نتكلم معها بالمنطق، فروع الشجره على قد جذعها، مفيش جذع شجره يبقى صغير وفروعها يبقى طويله، وفي نفس الوقت مفيش شجره يبقى جذعها عريض ويبقى فروعها رفيعه. هي الجذع ده اهم حاجه. المنطقه الفاصله في الموضوع، البطس المؤخره. هي حلقه الوصل، مش بس الناس تبقى فاهمه، ما بين الجذع والساقين. اوكي؟ طيب البطن هي عمليه بسيطه جدا، عباره عن جرح بسيط في مكان القيصريه لا يترك اثر، بيتم فيه ازاله الجلد الزائد، ده رقم واحد، بتشد فيه العضلات وشفط ما تبقى من الدهون. ليه بشفط الدهون؟ لسببين، الدهون دي انا عاوزها
رقم واحد عشان احنا في اماكن اخرى، ورقم اتنين عشان ارسم الفاين ديتيلز بتاعه بطن المراه. خلاص بقى ليها شكل مميز، لازم يبقى في خط من نص من هنا، وفي حاجه اسمها تو شادو لاينز على الجنبين كده، في بيبقى خطين ليهم شادو على الجنبين هنا بنروح رسمينهم عشان دي تطلع بشكل انسيابي. وفي نفس الوقت بسلمها اللي هم 3 سيز المشهورين، الثلاث حروف سي اللي هو سي من قدام، وسي اللي هو الوسط من الجنب ده، وسي من الجنب التاني. هو ده المقياس اللي بسلم بيه المرأة بعد فقدان الوزن الكبير. طب انا عايزك تشرح لي معلش ايه اللي بيتم دلوقتي. اولا العمليه بينج موضعي، يعني انا صح بنسمع مزيكا مع بعض وقاعدين نتكلم كل حاجه. مش معنى بينج موضعي ان انا بقولها بعذبها وهتحس وهيجربها، لا بينج موضعي اوكي. وفي نفس الوقت بنفتح فتحه في مكان القيصريه اوكي، وفي نفس الوقت بروح شافط قبل ما اعمل الكلام ده كله، بشفط الدهون اللي في منطقه المعده اللي بيسموها عند المعده، وفي الخصر عشان اعرف اظبط الخصر واظبط الخطين والخط بتاع المعده. اروح رافع كل جلد على العضلات، اروح مصلح العضلات كلها، برجعها الوضع الصحيح بتاعها، الوضع التشريحي بتاعها، وبعدين اشيل الجلد الزائد وبغير مكان الصبغه. مفيش حد يقول لي الصغه ومش الصغه، الصغه دي مجرد سكار، ده مجرد ندبه موجوده في جسمك. ونديها على فكره يعني، وكمان ممكن اقسم لك شكل الصغه، هي صغتك مش هغيرها، هي صغتك بس بنقلها للمكان الايه؟ الطبيعي بتاعها، ونعملها اشكال والكلام ده كله، ممكن قلب، ممكن حرف اسم، ده بقى الجديد دلوقتي. شي كان تشوز. اوكي. شي كان تشوز وات شي وانت يعني. ثانك يو. اوكي. كلمني عن الشادو لاين، انا دي عايز افهمها. بص الراجل بيبقى عنده خط في النص. اوكي وسيكس باكس صح. تمام. البنات لو شفت اي موديل او اي عرض ازياء تلاقي عندها خط في النص وخط جاي من هنا وخط جاي من هنا. عاملين حرف سي من جوه كده. دول اسمهم شادو لاينز. بيبقوا الحتتين دول عاليين شويه عشان عضلات، حتى في النص بس ما فيش تقسيمه عضلات. وخط في النص وخط في النص هنا وخط في النص هنا. لما تبص عليها من جنب تلاقي في ضي حته زي منحنى كده على جنب العضلات. ده منظر جمالي فظيع في المودلز. المودلز انا بكلمك على يعني صادق يعني على حاجه ماما يعني بقت تتعمل دلوقتي، بنرسمها بالظبط بالشكل ده بشوفها. والدهون اللي باخدها بروح انقلها في البتوكس في البطس في المؤخره. نيجي معاها الضهر. شد الضهر يلتزم حاجتين، عندنا الضهر بيتقسم لجزئين عشان الناس تبقى فاهمه، جزء علوي وجزء سفلي. الضهر من عند الامبليكس او من عند الصغر من ورا يعني ماشي الخط كده، في جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي ده اللي هم الستات تعرفوه اللي هم اللي اسمها الباك رولز او ما هو الترهلات ما تحت حز البرا. مش حلوين دول. اوكي. ودي لهم حل بقى. سبحان الله الفيزا بيجيب فيهم نتيجه. عارف دول اول ما بشوفهم انا بعرف ان الست دي كبرت. مش الضغط دي. لو النبي. لو النبي. لا مش حلوين. ما في ست بتكبر. لا ليهم حل يا باشا، طالما ليهم حل خلاص نشيلهم. يعني دول اللي هم الكتلتين الدهون والتراخل اللي حاصل تحت الظهر على طول. اوكي. احنا بنحلها ازاي دي؟ اغلبيتهم ما بيحتاجوش جرح. جرح الظهر من اسوأ الجروح. عشان كده الفيزا بيجيب فيهم نتيجه 70-80% و20% تمارين معينه بنكتبها عشان تشيل هذا التراخل 100%. ودول مهمين جدا عشان اعرف ارسم الويست او رسمه السي من الوسط. الوسط اللي هو الوسط اللي هو رسمه السي كيرف اللي من هنا. نيجي على الجزء السفلي من الضهر. في ترهلات دي بتتشال، بكمل جرح البطن لورا وبنسميه جرح حزام او بيلت سكار. الجرح ده بيسيبش اثر تماما، وفي ستات كتير قوي تروح رسمه تاتو او حنة على الجرح ده لحد ما ايه بيختفي، بياخد شهرين ثلاثه عقبال ما يختفي تماما. وبنشد بيه الجزء المتراهل من جلد الضهر. في حاجات من المسهاش ساعات بسيب الجناب شويه، مش زي الانسان بقى العادي بشوط له في الجناب والكلام ده كله، نعملها شد بط عشان تديلي. خلي بالك الانسانه دي فقدت وزن ايه؟ كتير. فساعات بسيب جلد عشان يدي كم فلاش او يدي مؤشر ان في غسمه للمؤخره. ودي اهم حاجه. ان هي كلها مرتبطه بايه؟ ببعضها. اوكي. ببعضها. وبناخد هذه الدهون ونحقنها في المؤخره عشان نرسم رسمه الايه؟ المؤخره. ده الترنك وده الاساس اللي برسم عليه بقية الايه؟ الجسم، وخصوصا لهؤلاء العينين اللي فقدوا وزن كبير بسبب التكميم او تحويل الايه؟ المسرح. طيب هروح للثدي. الثدي منطقة لا تتأثر فقط بانخفاض الوزن، هي تتأثر بالحمل، بالرضاعة، بالسن، الجاذبية الأرضية، وقسوتها كبيرة جدا على الثدي. الثدي ساعات يبقى فيه مشكلة ترهل، ساعات يبقى فيه مشكلة ترهل وصغر، ساعات
ساعات بيبقى في مشكله صغر بس، ساعات يبقى في مشكله ترهل وصغر وعدم تناسق. طيب الثلاث قواعد بتوع الثدي، يعني قلنا خمس قواعد بتوع التكميم، الثلاث قواعد بتوع الثدي. الثدي مش هيكبر لو صدرها صغير بعد الحمل والرضاعة، مش هيكبر. يعني عشان بس الكلمه دي انا بسمعها كتير، استني يا بنتي لحد الحمل والرضاعة، استني يا بنتي لحد الحمل، مش هيكبر. خلاص انا بادئ من كام؟ هيكبر مع الحمل زي الهرمونات الطبيعيه اللي بتاثر في المراه ويظهر تاني. كويس. البرا مهم، البرا مهم، الجلد الجلد بتاع الثدي تحت تاثير الجاذبيه، فلازم نلبس برا عشان نمنع ترهل الثدي. انا بتكلم على مش هنعمل اي عمليات، انا بتكلم على الانسان العادي اللي عاوز يحافظ على ايه؟ على ثديه. ثالث حاجه، جراحات الثدي لا تطلق اي اثر. سبحان الله، ان منطقه الثدي منطقه فورجيفنج جدا للسكارز، او منطقه مسامحه للندبات، لا تطلق اي اثر. نيجي للمؤشرات. حجم الثدي لو صغير حله ببساطه، لا اما حقن دهون، اوكي، لا اما سيليكون او الحشوات. الحقن الدهون لازم يبقى عندي دهون عشان احقنها، ما ينفعش اخد من اكس لواي، ما ينفعش من شخص لشخص اخر. لازم يبقى الدهون عند نفس الشخص عشان اخدها واحقنها في نفس الشخص. ده رقم واحد. رقم اتنين، السيليكون. اهم حاجه في الموضوع ده، في الموضوع ده، ان نوعيه الحشوات اللي هي بتتحط. نوعيه الحشوات اللي بتتحط هي اتنين او تلاته على مستوى العالم. العمليه نص ساعه، اكتر عمليه بتجيب نسبه ارضاء على مستوى العالم، النتيجه اون ذا سبوت. يعني العينه بتخش حاجه، بتخرج حاجه ايه؟ تاني. في هذه الحالة بنحط المقاس الذي يناسب مقاسات العظم بتاعت العينة. مقاسات العظم، لأن الكونستنت في أي جسم بني آدم العظم بتاعه. أكتر حاجة بنقابلها بعد عملية تجميل طحال المسار الترهل الزائد للثدي. في هذه الحالة بنعمل حاجتين، عمليات رفع، زائد لازم يحط حشوة. لازم غصب عني أحط حشوة. ده ترند العالمي. ده ترند، ليه؟ هذه الحشوة ليست وظيفتها الأساسية إنها تكبر. الجلد بتاع الثدي بسبب فقدان وزن كبير فقد الليونه بتاعته. فاذا بقى جلد ضعيف، حتى لو شلت جزء كبير منه بقيه الجلد الموجوده لسه ضعيفه. فلازم احط حشوه كسبورت، كحافظ على الجلد ده، اسنده. انت جلد ضعيف وشلت منك جزء كبير، حتى البقيه الموجوده عندي ضعيفه، لازم احط حشوه عشان اسنده، امنع ترهله او سقوطه مره ايه؟ اخرى. عمليه عبيطه، في نفس الوقت بقول جراحات الثدي لا تطلق اي ندوب او اي اثار على المراه. وسبحان الله من حفظها من هذه الندوب في عمليات الثدي بالذات. اذهب الى نقطه ثانيه مهمه جدا، الوجه، لان ترهلات الوجه بقى ترهلات بتضايق الستات والرجاله بالظبط. انت ما تشوفش الماساه، الماساه ان هي مثلا بنت وزنها 200 كيلو او ولد وزنه 200 كيلو عمل عمليه تكميم. دي كارثه. 200 كيلو ده. انا جات لي واحده كان لسه يعني كان امبارح، انا يعني ثبت عليا 300 كيلو وخسيت بقى 90، يعني خسيت 5 6 بني ادمين. انا شفت دي ارقام قياسيه، انا بكلمك على يعني هي مش مصريه. اوكي، بس انا شفت كميه الضغط اللي عندها، وان شاء الله هنبتدي فيها باذن الله. المهم يعني فانت دي لازم بالتدريج. بالتدريج، لانه في حاجه مهمه في الطب اسمها انه ما ينفعش الهيلينج بتاع الخيوط يبقى كتير. لا خلاص، واحده واحده. والانسان ده بيبقى ضعيف اصلا. يعني واحده واحده. من اكتر المقاس اللي بشوفها الوجه. يعني الست بتبقى بنت باين عندها 30 سنه ولا 20 سنه، او راجل عنده 30 20 سنه يبان وجهه بسبب فقدان وزن كبير، ان هو بقى شيخ او 40 سنه او 50 سنه، يبان وزنه، يبان شكله ان هو سنه كبير. في هذه الحاله احنا اول قاعده قلناها، اي دهون هتبقى موجوده في هذا الانسان لازم نعيد استغلالها، نستخدمها في الاماكن اللي محتاجه هذه الايه؟ الدهون. من اهم الاماكن اللي تحتاج حقن الدهون او جزء متراكم من الدهون في هذا الانسان الوجه. بنرجعه سنه تاني، بنرجعه سنها تاني. كويس، بنحقن دهون في خطوط الابتسامه، في الوجنتين هنا، في الماريونات، في عشان ارجع شكل الوش مدور زي ما كان. ودي اهم حاجه، الوش مغايه. والدهون اللي احنا بناخدها بعد بشفط الدهون المتبقيه بعد عمليه تكميم وتحويل المسار بناخد استخدامها تاني. فيرست بريورتي او الاولويه الاولى للوجه، لده المنظر. بعد كده تيجي مناطق اخرى اللي هي اسفل القدم، الايدين، المؤخره، هو ده المكان. الدهون ما تبقى من تجاعيد ممكن نعملها بفيلرز
او بوتوكس او عمليات شد بسيطه جدا بحيث ان ارجع منظره لشاب 20 او شاب 20 30 زي ما كانت قبل ما تعمل عمليه تكميم او تحويل الايه المسخ. عظيم. عندي سؤال لهاني عفيفي، سؤال هيسال عن فرق بين حاجتين مشهورين دلوقتي في اذهان الناس. تعالوا نسمع هاني بيسال. البطن المشدود والجسم الرشيق أو الجسم المنحوت حلم ما بقاش قاصر على البنات بس، ولا بقى قاصر على سن معين، مدام الحلم ده مع العلم والتطور الطبي والتقني اللي بنشوفه كل يوم في كل العالم ما بقاش مستحيل. وسيان لو كانت الرغبة في جسم منحوت للاستشفاء من أمراض معينة بتصاحب سمنة، أو كانت رغبة في تحسين المنظر لتحسين الحالة النفسية لممارسة الحياة بشكل طبيعي بدون إعاقة أو خجل من المجتمع أو العيلة أو العمل. الرغبة الإيجابية دي لازم يصاحبها تغيير في نمط الحياة إلى نمط حياة صحي. زمان علمونا إن العقل السليم في الجسم السليم، الحقيقة دلوقتي إن الجسم السليم هو اللي في العقل السليم، لأنه الجسم السليم بيحتاج لعقل سليم لإدارته وتنميته والحفاظ عليه. علم أو طب أو فن النحت الديناميكي للجسم اللي بدأه الطبيب الكولومبي ألفريدو هويوس هو أحدث ما توصل إليه طب التجميل، اللي بيستخدم الطول والعرض والعمق والحركة الديناميكية اللي تخلي عملية شفط وتوزيع الدهون تنعكس بشكل واضح وطبيعي على عضلات الجسم. يا ترى إيه أبرز الفوارق بين النحت الديناميكي للجسم وعملية شفط الدهون المتعارف عليها؟ وإيه أهم المخاوف من شفط الدهون التقليدية اللي تجاوزتها عملية النحت الديناميكي للجسم؟ وبعد قد إيه من الوقت هيحس المريض باختلاف الشكل؟ أنا عايز أعرف إيه الفرق بين النحت الديناميكي وبين شفط الدهون التقليدي؟ ده أول حاجة. السؤال الثاني المهم بالنسبة لي، إمتى الإنسان يلاحظ إنه تغير شكله؟ نتكلم واحدة واحدة. النحت الديناميكي أول ما ظهر فعلا بألفريدو بتاع كولومبيا، ده من أشهر الناس، وكان عمله على أساس شفط بس. المفهوم تطور، بقى مفهوم عام النحت الديناميكي هو وضع الجسم لوضعه الطبيعي سواء شفط أو غير الشفط، أو وضع الشكل الإنسيابي بتاع الجسم اللي بنحط فيه هذه العوامل، العظم والعضلات. اوكي. يعني الشد بنعمله بعد تكميم تحويل المسخ ده برضه نحت من انواع النحت الايه الديناميكي ده. فاذا النحت الديناميكي هو الشفط منه هو واحده من الوسائل اللي بنستخدمها في النحت الديناميكي. الشفط التقليدي مبقاش حد يعمله لسببين. رقم واحد، ما فيش استواء، بيبقى فيه تعرجات كتيره قوي في الاماكن اللي شفطنا فيها. تاني حاجه، تدهورات بتنتج عن هذا الشفط خصوصا لو كميات كبيره. النتيجه تبان امتى؟ النتيجه ما تبانش الا من شهر لثلاث شهور على حسب حاجتين، كميه الدهون المشفوطه والمريض اللي قدامي، يعني سنه صغير سنه كبير رجل امراه. ويبان مؤشرات، يبان المؤشرات الحلوه بعد اسبوعين من تاريخ العمليه. العمليه بتبان نتيجه، عشان كده بعمل حاجه معينه من العين، بصور جوه اوضه العمليات عشان اقول له دي النتيجه النهائيه بتاعتك، عشان يبقى عنده امل ان هو ده اللي هوصل له. تاني يوم النتيجه بتختفي بسبب وجود تورمات. مع تمارين معينه ومساج معين النتيجه بتبتدي تظهر بعد اسبوعين وتوصل النتيجه النهائيه في خلال شهر ونص لثلاث شهور على حسب كميه الدهون. عظيم. عايز اوريك صوره واسمع تعليقك، صوره لطيفه جدا جدا، وصوره انا هحاول اقنعك، يعني هبتدي ثوب المقنع. تعال نشوف الصوره الاولى اللطيفه التي تعبر عن كثير من الاشاعات. دي ناس فكرة انها، يعني انا تعليقي، انا اعتقادي ان هذه الصورة ليست دقيقة، هذا ليس، لا يمكن نحت الاجسام الكبيرة، لا طبعا مستحيل، ده تروح تكميم وتحويل مسخ بالظبط. يعني الجسم الكبير ده ما في، مش ممكن نحته. هنحته ازاي؟ صعب. صعب جدا الصغير ده. يعني هذه صورة هلامية. هلامية طبعا. بص، احنا مش بنخسس، احنا بنظبط بروبورشنز، بنظبط نسب. دكتور التكميم او تحويل المسار هو المنوط بهذه الحالات. هي محتاجه تخس مش تنحت. محتاجه تتنسب مش تنحت. يبقى ما ينفعش نحت، ما ينفعش ما ينفعش النحت. ده بقى حاجه بتشد الترهلات، يعني تلاقي على النت الكركم، في صوره تانية لكريم، اعتقد ده كريم باين لشد الترهلات، ويعني تلاقي الحاجات دي منتشره. يعني انا بطلنا شغل حلو. طب اقول معلومه جديده للناس، خبر حلو. دي انا مش في تخصصي، انا بس اقول خبر حلو للناس. في دواء هيطلع كمان سنتين ثلاثه بيخسس بدون عمليات. انا بقولش ينحت، انا بقول بايه
بيخسس. الدواء ده بيشتغل على البكتيريا، ده بقى اضغر مني في الكلام ده، انا معلومات على البكتيريا الموجوده في الامعاء، بيزود عددها. واكتشفوا ان الانسان البدين او اللي بيسمن بسرعه سببه قله عدد هذه البكتيريا في الايه في الجسم. وعشان كده كل الدايتس الجديده هتنزل الفتره الجايه دي هتنزل ان عدد الكميات الوجبات تزيد، يعني يبقى كذا ايه وجبه عشان ينشط هذه البكتيريا اللي في الامعاء. البحث ده لسه في امريكا بقاله شهر. متشكرين. كويس ياكلوا كتير عشان تخسوا. لا طبعا. ياكل عدد وجبات. وجبات عدد كتير بس نوعيه معينه. بس اكل قليل. ونوعيه معينه. وطبعا نوعيه معينه يعني هيبعد مثلا. لا الدواء ده بتاع الناس الجديد اسمه لايبو حاجه، لايبو تاك ولا حاجه قويه جدا، لايبو بيوتيك. لايبو بيوتيك. طيب انا في رايي ان احنا خلينا نقول بس طبعا هذا الدواء لن يغني عن الترهلات. لا صح؟ ما هو موضوع السمنه مش انا. يعني ما ينفعش اللي عندها ترهل في الثدي تاخد اي دواء. الترهل علاجه عمليات بسيطه تشد هذا الترهل. انا بتكلم على السمنه مش بتكلم على الترهلات. والسمنه ليس علاجها شفط او نحت، السمنه علاجها يا اما دايت يا اما عمليه من عمليه تكميم او تحويل المسار. اذا ليس هناك حد يفكر ولا يضيع وقته في التعامل مع الترهلات، مش عارف بكريم عامل ازاي وبلفه عامله ازاي. الكلام ده تضييع للوقت وتضييع للعقل. ان احنا بندور على الحلول السهله، الحلول الغير السهله. السهله يا ريتها سهله ومنطقيه وبتجيب نتيجه، هي بتبقى سهله بس بعد كده ما تدورش، يعني بعد كده ما تلاقيش لا نتيجه ولا تلاقي الحل. ده وقت بيديك بضيع وقت وبضيع وقت وبضيع فلوس وبضيع مجهود وبضيع امل. ده مهم الوقت ده، امل مهم قوي الوقت والامل والفرحه بانك تعمل حاجه مبكرا. يعني لما تكون واحده عندها ترهلات وتعملها وهي في سنها مثلا 40 سنه غير لما تعملها وهي سنها 55. كل ما تبقى بدري ايه، بص احنا بني ادمين زي العربيه، كل ما تبقى جديده كل ما تبقى بصحتها مكانتها. احنا بنقول كده للعجلين، كل ما تكبر كل ما المكنه بتضعف ايه شويه بشويه بشويه. صح دي المكنه كل ضعف كل ما بتضعف بتضعف بالظبط. ده هذا ايجينج ايجينج بروسيس. بس اوعى تعامل الست على انها مكنه. لا اوعى، ست مخلوق حلو. الست اجمل مخلوق في الدنيا بالزبط. وفي احلى من الستات. لا مفيش، ده الست دي اجمل، ده دي الحاجه اللذيذه. ربنا يحفظها اقعد في اي يا باشا، اقعد في اي حته كده قعدت رجاله كده واحنا قاعدين، وتدخل ست حلوه دمها خفيف، شوف القعده هتتحول تبقى عامله ازاي. رجاله هتمشي. رجاله مين يا عم؟ نورتنا. ربنا يخليك يا دكتور عيد. ضيفي العزيز الخبره العلميه الكبيره الاستاذ دكتور حاتم السحار، استاذ واستشاري جراحات التجميل بكليه الطب جامعه القاهره وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو الجمعيه الامريكيه للتجميل والحروق وعضو الجمعيه المصريه لجراحات التجميل ورئيس مجلس اداره مجموعه ايكون كلينيك، اسم متميز ما شاء الله. خلينا نقول انه الست اجمل حاجه في الدنيا فعلا، عاملها كده، عامل الست كده. انجلينا جولي فقدت وزنها ولما كانت متجوزه براد بيت، وضعفت جدا وفقدت الرغبه في الحياه، وبدا يجي لها ترهلات في كل انحاء جسمها، وبدا يجي لها نوع من الانوريكسيا وعدم القابليه للحياه. براد بيت في الوقت ده اكتشف او يعني ظن انه لن يوجد اي سبيل انه هو يخرجها من الحاله اللي فيها، وهم جوينج داون وخلاص، هم داخلين على منطقه الانفصال. ده كان قبل انفصالهم الاخير. وبعدين حاول محاوله مهمه جدا انه بدا يهتم في كل حياته بيها، يصحى من النوم يكلمها، لما يخرج حتى يكلمها، يتكلم قدام صحابه عنها بس، يتكلم في كل شيء عنها بس، في اي حديث صحفي في اي تلفزيون في اي لقاء يتكلم على مراته بس. ايه اللي حصل؟ لاحظ انه وزنها بدا يرجع كويس جدا تاني، الترهلات بدات تختفي، بدات ترجع تاني، تفقد عصبيتها. بلاش دي عشان الست كلها تقولنا بغلط بيت. ما هو تيجي تطلعه في الاخر. المفاجاه تطلعه في الاخر. دواء من الحال من المحال يا عزيزي. نورتنا يا دكتور. ربنا يخليك. لكن الفكره انك انت لازم تفهم انه حال مراتك من حالك، حال مراتك، حال الست اللي انت بتحبها من حالك. هي سعيده اكيد لانك انت اسعدتها، هي مبسوطه اكيد لان انت راجل، هي متنكده، هي خايفه، هي مكتئبه، هي منهاره عصبيا اكيد لانك انت وحش. حال الست من حالك. انا قلت الكلام اللي يخلص ضميري وانا جاي اهدي النفوس. ضيف العزيز الدكتور حاتم الصحه كان منورنا. كلام حلو. خليكم مع الدكتور. ربنا يخليك.